حضرتك تأهلت لأن تذهب إلى الفضاء وتعيش كل هذه الأجواء. خلينا نتكلم عن الحالة اللي الآن حاصلة. رحلة المفروض تذهب من 8 إلى 10 أيام، يعني موارد مياه محدودة، طعام محدود، قد يكون أيضا الأكسجين محدود، وقد تستمر الآن إلى شهور. كيف بيكون هذا الوضع نفسيا الآن لرائدي الفضاء هناك في المركبة؟ صباح الخير. حقيقة ستريم أنا أشوف الموضوع من منظور آخر. كيف؟ أولا أنا أشوف الموضوع هو مو لهالدرجة كبير، يعني بالعكس أنا أشوف أنه الموضوع طبيعي جدا. المحطة مزودة بكل شيء، في حالة الطوارئ ممكن أن يرجعون للأرض، هم الآن على اتصال مع أهلهم مع المركز الأرضي، كلش طبيعي. بس اللي أعرف أنه ناسا أعلنت أنه هم بيفكروا في الموضوع وبيشوفوا إيش الطريقة لإرجاعهم عن طريق إرسال رائدي فضاء آخرين حتى يستطيعوا أنهم يرجعوهم مرة. صحيح، يعني هو الفضاء يجب أن نفهم أنه الفضاء هو معقد وهو بيئة غير مناسبة للحياة، بالعكس عدائية، فلهذا رائد الفضاء أصلاً مؤهل ومدرب لآلاف السيناريوهات، فهو عارف بهذه المشاكل، عارف بهذه المخاطر، يعرف مشاكل انعدام الجاذبية، يعرف مشاكل الإشعاع الكوني، يعرف مشاكل التقنية اللي ممكن أن تحصل، لكن أنا رأيي مختلف شوي، رأيي اقتصادي أكثر مما هو تقني. أنا أشوف أنه الحرب الباردة اللي كانت بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا كان للفضاء دور كبير في هذا المجال، فلهذا كان تمويل كبير للفضاء. يعني إذا تذكرين جنابج، كان كثير من التمويل الأمريكي يذهب إلى وكالة ناسا. وكالة ناسا لا ننسى هي ذات طابع مدني مو ذات طابع عسكري، فبالتالي تمويلها يحتاج إلى كثير من العمل، والعمل أقصد به عمل ماركتينج أكثر مما هو عمل آخر. فلهذا أحيانا، ويمكن أنت شايفة أنه أحياناً تطلق بعض الأشياء اللي إحنا نسميها سسبنس، التشويق. تشويق. هذا التشويق ممكن أن يجلب تمويل. اليوم بعد انتهاء الحرب الباردة ما موجود تمويل. أضف لذلك أكو مشكلة ثانية، دخول القطاع الخاص. يعني سبيس إكس اليوم تعتبر وكالة فضاء، وهاي الوكالة طبعاً هي منافسة. فممكن أن تأثر أيضاً على جلب التمويل إلى ناسا. يعني هذا الموضوع لي